السلام عليكم بنات، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير ولا خير؟ شنو كنت تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا مزيانين ومضخمين والطوب على الطوب كما العاده. البنات كيف عاملين؟ كيف ماشيين مع الصحه؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. البنات اليوم جبتكم المشتريات اللي شريت من بنتي، اخر مشتريات. انا دائما كنقول اخر مشتريات، كل اللي كتوقع لي في حالي. مثلا كتخرج كتقول لي ماما ما شريت حتى شي حاجه، وكدو كتبقى الدر 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 تمشي تشري، لا عشان الدر الدر تشري. سبحان الله من عند الله. واخا كنقول ما نزيد، انا كنقول صافي اليوم ما نزيد نشري والو، وكندور البنات وكنشري، كندور ونشري. ما عرفتش على، سبحان الله من عند الله والله. الله اعلم بليا. المهم بنات نبدا معكم المشتريات، وقبل ما نبدا بنات بغيت نعطيكم واحد نصيحه لاي واحد البنات اللي بغى مثلا يشري شي حاجه هايدا لولادو ده وباقي كيفاش خلقو. نصيحه اللي ما تزرفوش في حالي، بقاو تخطروا الطايه كبيره عليهم، واخا عيب شهر شهرين. انا في الاول ملي كنت يلا ولات كنت كنشري الطايه قد هي في عمرها شهر، كانت لها شهر كتجوز سيمانات البنات كيكونوا صغار، نعاوتاني حطو في بلاكر. عاوتاني جات عاود جا شهر لي مازي كنشري لها نفس الحاجه. تا عاملت دابا شي شهرين ونص بديت كنشري الطايات كبار، يعني بقات كتلبسو مثلا تلبس داك الشهر والشهر اللي ماشي. ضروري يا بنات دائما شريو الطايه تكون كبيره عليها، واخا عيب شهرين ثلاثة شهور عيب بحال هيدا بنات باش كيجيو مع هادو. المهم بنات اول حاجه نبدا معاكم عامدو المشتريات اللي باقي عندي فيهم التيكي. اللي باقي عندي فيهم التيكي حيت بعد منهم كنت كنقيسهم لا وطيرتهم البنات. اول حاجه البنات عامده معاكم، انا اللي كيعجبني في الحوايج هنا ملي كنمشي نشريهم كيعجبني واحد الحاجه فيهم هي انهم كيبيعوهم لنا بهادو، كيبيعوهم بريتشاس ديالهم. المهم بنات شريت لها هذاك بيبوط ولا كاتاكيتا، هادي صراحه سخيخه ومزيونه بزاف بحال هيدا. عندها جويه من هنا كما كتشوفوا، عندها هاد الطرطقات مدفونين وكتجي من داخل كما كتشوفوا بحال هيدا. هذه البنات خديتها انا من زارا، شريتها من زارا، شريتها نشوف شحال كان، شريتها ب 30 يورو البنات، كتعمل 29.95 يعني ناقصه واحد سنتيم. وعندها القبيب صراحه مزيونه البنات. انا بنتي في عمرها 3 شهور وانا شريت لها من 6 شهور ان 9 شهور كما كتشوفوا. وهيداك دابا يلا كتجي قاده، دابا كتجي قاده يعني من ما تجي تعمل 9 شهور ما تكونش كتجي قاده، يعني ضروري تشري الطايات كبارين البنات. المهم شريت لها نبدا معكم هذه اللي هي فحال هيدا البنات، وشريت عندي هنا بزاف ديال حاجات شريت للبنات معاها من معاها. خديت لها هاد كورونيا اللي كتجي بحال هيدا، فيها هاد لاستيك بحال هيدا صراحه مزيونين. تفتحوا كيجيو فيها جوج، كتجي فيها هادي فيها هاد موني، المهم بحال تصويره فيها هاد كما كتشوفوا هاد مونيكا رجلها كتلعب بايلي، وهادي كتعدل شعرها ولا ما نعرف. المهم هادي واختها عاوتاني كيجيو فيها جوج البنات، هادي كل وحده والنسمه ديالها. بالحق البنات فنيو يعني مزيونين يعجبوك، يعني اللي باغي يشريهم يشريهم والله مزيونين، الريحه ديالهم مزيونه وكتبقى. ولا بغيتو تعملوهم كادو شي واحد ولا شي حاجه حتى هي مزيونه. كيجيو بحال هيدا البنات، وشريت للبنات هادو عندي هنايا الهول، شريت لها هادو البنات هادو كما كتشوفوا، عنده قرينات في الكري. هادو البنات تقدر تلبس لها طربوش هذا في الكري، تقدر تلبس لها طربوش في الكحل، المهم اكثر يجي مع الكري حتى فيه قرينات في الكري. انا شريت هذا طويله البنات اللي كتخشي في وسط منا وصافي. هادو البنات نسيت من خديتهم وبقيت عاقله، وخا واحد اخر شريت جوج انا، واحد اخر عاوتاني في الروسه في الغوص كما كتشوفوا. هذا عاوتاني تري ولا مثلا البنات طربوش في ابيض في اي انا بغيتو تلبسو ولا في ابيض يجيها مزيون معاه. شريت لبنات عاوتاني هادي كما كتشوفوا، صراحه عجبتني بزاف. عيب هاد لي طاي اللي عندها هنايا كما كتشوفوا مزيونه بزاف. عيب هاد لي زيتاي هادو البنات البنيته تا تقدر تلبسو مع صروه في الكحل، مع ميديات في ابيض، مع ميديات في الحمار، يعني تقدر تلبسو مع اي حاجه، ولكن بزاف بزاف تجي مع
مع مبيض في الحميمار ولا تجي في الكحل، يجي مزيون حسن من بيض الكندور. هاد البنات اللي ترى 18، يعني طيه 18 تقدر، ولكن هنايا مكتوب 74 بنات تايه، 74 قلت ديال 3 شهور وشي حاجه، ديال 4 شهور وشي حاجه. وشريت على هذه البنات كما كتشوفوا، شريت على مسيه يعني باقا مكتوبه فيها. شريت لها عاوتاني البنات هاد التصريول، شي حوايج كان مفتوخ انا البنات، فسختهم وقيستهم، شي حوايج باقا ما قيستهمناش الصراحه. شريت لها التصريول اللي كيجي بحال هيدا، هذا بنات شريت لها عاوتاني 74 سنتيم، يعني من 6 شهور 9 شهور كما كتشوفوا بحال هيدا البنات. هذا خديته البنات من بريمارك، هديته هذا من بريمارك، صراحه مزيون وعجبني وتلبسه مثلا هيدا مع شي خرسي شي حاجه بحال هذا يجيها مزيون. وشريت البنات ميديات، شريت لها هذه في الكريمه، هادو فسختهم، هذه في الكريمه بغيت زعما اذا لبست لها مثلا هذا ومع واحد الحاجه عندي معاه في هذا اللون كيجي زوين البنات. دابا نوري لكم الطريقه. وشريت لها عاوتاني، هما كيجيو البنات ثلاثه، انا واحد لابساهم دابا هي فسختهم، وشريت لها هادو، هما كيجيو ثلاثه البنات، هذه فيها الحمار فيها شويه ديال البيض منقط بالبيض. انا شريت البنات ثلاثه، قلت لكم كيجيو مع بعضياتهم ثلاثه، هذا كما قلت لكم في الكريمه، هذا في الحميمار وفيها شويه ديال البيض. هادو فسختهم البنات، وكيجي معاهم واحد في البيض، يعني ثلاثه، هذا وهذا وواحد في البيض، ثلاثه، وحده هي لابسه بنتي. البنات وشريت لها هادو شريتهم صراحه كبار ما فسختهمش. هادو البنات شريتهم ناعم من الكامبو، يعني شريتهم ناعم من كيعملوا شي قول 6 يورو 5.99 شريتهم له هيدا بالعنيقة فحال هيدا كيجيو جوج، يعني بالعنيقة البنات كيتحتاجو الصراحة، ومع الشتا وكلشي كتلبس لها تاكيتا من تحت وكتلبس لها هيدا الخرصة بالعنيق، ما كيدخلش بارد، ماشي بحال داك لي هيدا. دابا صافي الشتا هذا كيجي البنات كما كتشوفوا، هذا في الكري وهذا في البيض، هذا حسب ما فيه والو، في البيض وفيها كما كتشوفوا هذا قليبات، صافي فحال هيدا كيجي. هادو جوج البنات كما قلت لكم عاملين 6 يورو، صراحه ماشي غاليين بزاف. هذا البنات شريت له هاد الخريص اللي كيجي بحال هيدا كما كتشوفوا، صراحه هذا مزيونين عجبوني بحال هذا. مثلا تلبسوا له مع داك السروال اللي ورسكم، ولا مع واحد السروال في كحال، ولا السروال في اي يوم، خريصيات كي مع الشتا وكلشي كيتمشوا. شريت له هذا الخريسي، شريت له البنات كما قلت لكم هذا الخريسي، زدت هذا الخريسي البنات، صراحه مزيون بزاف وعجبني بهذا لي طاي اللي فيه. ودا كانوا خاصه البنات اذا كانوا بنيت التبيب زين هيدا كيجيو فيه حليلو. هذا البنات تاو خديتو له من زارا، انا اللي كنبقى عقله لي مكتوبه فيه راه كنعرفو. كتشوفون دائما البنات كندي طايا كما كتشوفوا الطايا 74، دائما الطايا كنديها زايده على بنيته باش تبقى تلبسو. صراحه ملي كيكونوا الحوايج بحال هيدا كيعزو عليك الثمن البنات، ما بقيتي عاقله، والله ما بقيت عاقله على الثمن حتى كيطار. وشريت لها هذا البنات، هاد التسربلات هما اصلا على لامود، من هنا كيجيو بحال هوادين، ومن هنا عنده التنيه يعني مطوي بحال هيدا، تلبسو لها مع بودي مع شي بويدي عاوتاني فشي لون ميه فيها. هو الصراحه ما كيبانش مزيان في الكاميرا، هو مزيون فيه شويه ديال الكرونه وفيه النقيطه ديال الكري، يعني مع هذا الخرسي يجي مزيون، مع هذا الخرسي يجي مزيون. وعنده بنده ديالو البنات، بنده ديالو جات بحال هيدا، بنده ديال هاد التصريول جات بحالي مطويه من هنا. وصافي يا البنات هادو بلاتي نشوف مشيتو حتى شي كنشوف الديكي، حتى هي 74. هادو البنات شريتوه، هذا مسيه، حتى هو مسيه ومع حكم البندات، شريت له هاد البنده حتى هي صراحه مزيونه كيجيو بحال هيدا. مو البنات الحوايج اللي عقلت عليهم شريتهم، انا عقلت عليهم ولي ما عقلتي ماشي مشكل، كتجي بحال هيدا فيها هاد لاصو، صراحه مزيون الحوايج بنيته سبحان الله من عند الله كيكونوا زوينين. شريت له البنات هاد التصريول حتى هو كيجي بحال هيدا، تجي ماشي دو صحي مرصو
كيجي يعطف عنده سحليلو عنده دويمات في اللوري. هذا بنات كيتجبد إلاستيك. وشريت لام كذلك هاد الخريصي، هذا خرجت البنات الصراحه مزيون عجبني بالعنيق. انا في هذا الشتاء الصراحه اللي كنشوف الخراصه بالعنيقات هيدا بوديات كنمشي نشري. بحال هذا البنات لبس لبتحت منه بودي غليظ بحال يوريتكم، وشي بودي وشي تاكيطه، وتلبس له هذا وشي سريول وهي لابسه اللبيسه. هذا البنات رخيص، ما هذا شريته رخيص وباقي فيه ديك الصراحه 86 سنتيم، شريته كبير هذا مره بزاف. هذا كيعمل البنات 4 اورو 3 اورو فاصله 99 40 درهم البنات، مزيون لبس وبرا داغلي على مسكين البنات. وشريت له هذا، هذا كيجي البنات هذه قدام هذا اللوري، وهذا قدام ديالو كيجي بحال هيدا نوريكم. ما كانوا عندي مجموعين في هاد الجهه بغيت نصور. هذا بنات فساخته وقيسته له بحال هيدا بنات، كيجي عنده هذا اللاصو هذا، تقدر تلبسو مع ميديات وشي كسيوة مع شي حاجه. انا هذا بنات هي لبيسه شريت له، هذه هي لبيسه وعندها بنات. بحال هيدا هذا كما كتشوفوا، هذا بحال صالوبيت كيجي، وكيجي معاه بنضافه الحمار ديالو البنات. وليلى بغيت عاوتاني هي الصراحه ديالو هي هذه، انا شفت هذه فحالي بارده شويه وبغيت نعمل لها هذا بودي. هذا البنات كيجي فحال صالوبيت، عنده هادو عنده باندا ديالو في الحميمر، عملت عرة من هاد الحوايج. وبنات خديت لتا هاد قمجة اللي هي الصراحة حليوة، شوفو لي ديطاي ديال كيش عاملين، شوفو هنايا عاملاه عندها هاد الريدة. هادي البنات باقا ملبستها لا شي مرة، يلاه بقى لبست حتى شي نهار يعني بقى حتى ما قيست لا شي صراحه. وخديت لبنات هادو سخونين، هادو كيتباعوا البنات في كاريفور في الكامبو فيما بغيتو تشرو نتوما الحوايج راه كيتباعوا البنات فيهم. هادو سخيخنين صراحه جاها كبير، هذا غير نكون نهار ايضا نكون نهار وصافي نكون نهار سخون. وشريت البنات هاد الصبيبات صراحه مزيون شو كيوت ليبوت زعما دابا شتا نشرينا ليبوت كيجي بحال هيدا، عنده بنات التيسيقه هنايا كما كتشوفوا هيدا البنات من داخل راه مصوفين. هذا الطاية 18 من داخل راه زعما سخيخ ماشي فيه الصوف بحال هيدا البنات صراحه مزيون وكيت. انا دائما سبحان الله دائما كنميل البنات من الحاجه غوص، الحاجه في الغوص كتحمقني صافي يا بنات بحال هذا شريت انا مزيون هيدا. دابا هي كان عندها سنيديلات هيدا د الصيف، دابا شتا شريت لها ليبوت باقا خصني نزيد لها شي سبردينه هيدا تتوصف ما تلبسهم. هيدا شوف هاد الشنط خسر. وهنا يا بنات شريت لها طريبات اللي كيجي بالبلات، شريت لها فكري باقي الصراحه خاصني نزيد نشري لها. عندها في ابيض بغيت نشري لها في الكحل، الكحل يقدر يمشي مع كلشي غير ما جبرتوش داك النهار وصافي. دابا عاد دخلت لها هذا فكري. وبنات قبل ما ننسى شريت لها هاد بوماده بنات ديال التهريه، ماشي ديال التهريه، التهريه كاين هذاك كينتا وداكشي. هذه البنات ديال مثلا الحبيبات اللي كاينوا دولو مستيد وهيدا نتاع في المنطقه الحساسه ديال العرس غوري، يعني هذه مزيونه بزاف البنات اللي بغيتو تسكروها ولا شي حاجه فنيونه بنات وكتصلح صراحه مزيونه وكتحيدهم. يعني اللي عندي هنا دابا 5 دقائق هكذا كتزول داكشي ومزيونه. المهم خديت لها هذه البنات وصافي. دابا البنات عندكم وصلت لاخر الفيديو، نتمنى يكون عجبكم المشتريات ديالي.